السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الذكريات ذكريات لا يطويها الزمان ولا يعتريها النسيان، لأنها حفرت في الأذهان مكانا سكنت فيه لا تبارحه ما دامت الأذهان باقية والحياة مستمرة. ومن هذه الذكريات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقبال أهلها له في موكب مهيب وترحيب منقطع النظير. وهنا لابد أن نشير إلى معلومة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل إلى المدينة بقي في ضواحيها في قباء تحديدا 4 أيام. في هذه الأيام الأربعة بنى صلى الله عليه وسلم مسجده في قباء، وهو أول مسجد أسس على التقوى، ثم خرج منها راكبا ناقته شطر المدينة مختتما بمدخله هذا هجرته المظفرة. بعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ترى من هو الرجل الذي شرفه الله بنزول النبي عليه السلام ضيفا في داره، فنال من تخليد الذكرى ما لم ينله أهل الكرم والسخاء قاطبة؟ أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه هو خالد بن زيد بن كليب النجار، وأما كنيته فأبو أيوب، وأما نسبه فإلى الأنصار. كان رضي الله عنه من خيار الذين استقبلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إليهم، وأول من استقبله كان مصعب بن عمير. ومصعب بن عمير رضي الله عنه هو أول رسول بعثه النبي عليه السلام للمدينة ليفقه الأنصار الذين آمنوا وبايعوا النبي عند العقبة، ويدخل غيرهم في دين الله، ويعد المدينة ليوم الهجرة العظيم. كان الرسول الكريم عليه السلام يصبر أغوار الرجال ويعرف أقدارهم، فكان يؤاخي بين رجلين متقاربين في الروح والشعور والسلوك. ولهذا آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين أبي أيوب ومصعب بن عمير رضي الله عنهما. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وترك للمقادير اختيار مكان نزوله، حيث سيكون لهذا المنزل عظمته وجلاله، ففوق أرضه سينهض هذا المسجد الذي تنطلق منه إلى الدنيا بأسرها كلمات الله ونوره. وإلى جواره ستقوم حجرة أو حجرات من طوب وطين، ليس بها من متاع الدنيا سوى كفاف أو أطياف كفاف، وسيسكنها معلم ورسول جاء الحياة لينفخ في روحها الهامدة، وليمنح كل شرفها وسلامها للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. للذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، للذين أخلصوا دينهم لله، للذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون. كان النبي صلى الله عليه وسلم ممعنا في ترك هذا الاختيار للقدر الذي يقود خطاه، من أجل هذا ترك زمام ناقته وأرسله، فلا هو يلوي به عنقها ولا يستوقف خطاها. وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى الله بقلبه وابتهل إليه بلسانه: اللهم خير لي واختر لي. وتظل الناقة تمضي إلى غايتها، تتبعها العيون وتحف بها القلوب. ويقترب سادات يثرب يعترضون الناقة سيدا إثر سيد، ويقولون: أقم عندنا يا رسول الله في العدد والعدو والمنع. فيقول لهم رسول الله: دعوها فإنها مأمورة. كانت إذا اجتازت الناقة منزلا حزن أهله وأصابهم اليأس، بينما يشرق الأمل في نفوس من يليهم. وما زالت الناقة على حالها هذه، والناس يمضون في إثرها وهم يتلهفون شوقا لمعرفة السعيد المحظوظ، حتى بلغت ساحة خلاء أمام بيت أبي أيوب الأنصاري وبركت فيها.
لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينزل عنها، فما لبثت أن وثبت وانطلقت تمشي والرسول مرخ لها زمامها، ثم ما لبثت أن عادت وبركت في مبركها الأول. عند ذلك غمرت الفرحة فؤاد أبي أيوب، وبادر إلى رسول الله عليه السلام يرحب به، وحمل متاعه بين يديه وكأنما يحمل كنوز الدنيا كلها، ومضى به إلى بيته. لم يكن هذا اللقاء أول لقاء لأبي أيوب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن قبل كان قد التقاه، وكان لقاؤه حين خرج وفد المدينة لمبايعة الرسول عليه السلام في مكة، تلك البيعة المباركة المعروفة ببيعة العقبة. فقد كان أبو أيوب من بين 70 رجلاً الذين شدوا أيمانهم على يمين النبي صلى الله عليه وسلم مبايعين مناصرين. والآن والرسول صلى الله عليه وسلم يشرف المدينة ويتخذها عاصمة لدين الله، فإن الحظوظ الوافية لأبي أيوب جعلت من داره أول دار يسكنها المهاجر العظيم والرسول الكريم. كان منزل أبي أيوب يتألف من طبقة فوقها علية، فأخلى العلية من متاعه ومتاع أهله لينزل بها الرسول عليه السلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم آثر عليها الطبقة السفلى، فامتثل أبو أيوب لأمره وأنزله حيث أحب. ولما أقبل الليل وأوى الرسول صلوات الله عليه إلى فراشه، صعد أبو أيوب إلى العلية، ولكن ما كاد يصل إلى غرفته حتى أخذته الرجفة، فالتفت إلى زوجته وقال: ويحك ويحك ويحك، ماذا صنعنا؟ ماذا صنعنا؟ أنكون في الأعلى ويكون رسول الله في الأسفل؟ أنمشي فوق رسول الله؟ أنصير بين النبي وبين الوحي؟ إنا إذا لهالكون. فلما أصبح أبو أيوب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله ما أغمض لنا جفن في هذه الليلة، لا أنا ولا أم أيوب. قال عليه السلام: ومما ذاك يا أبا أيوب؟ قال: تذكرت أني على ظهر بيت أنت تحته، وأني إذا تحركت تناثر الغبار فآذاك، ثم إني غدوت بينك وبين الوحي. فقال عليه السلام: هون عليك يا أبا أيوب، إنه لأرفق بنا أن نكون في الأسفل لكثرة من يغشانا من الناس. ثم أكمل أبو أيوب الحديث قائلا: فامتثلت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن كانت ليلة باردة، فانكسرت لنا جرة وأريق ماؤها في العلية، فقمت إلى الماء أنا وأم أيوب، وليس لنا إلا قطيفة كنا نتخذها لحافة، فأخذنا ننشف بها الماء خوفا من أن يصل إلى رسول الله. فلما كان الصباح غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: بأبي أنت وأمي، إني أكره أن أكون فوقك وأن تكون أسفل مني. ثم قصصت عليه خبر الجرة فاستجاب لي، وصعد هو إلى العلية ونزلت أنا وأم أيوب إلى السفلى. أقام النبي عليه السلام في بيت أبي أيوب حتى تم بناء مسجده في الأرض الخلاء التي بركت فيها الناقة، ثم انتقل إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له ولأزواجه، فغدا جاراً لأبي أيوب. أحب أبو أيوب الرسول صلوات الله عليه حباً ملك عليه قلبه ولبه،
أحب الرسول الكريم أبا أيوب حباً أزال الكلفة بينهما وجعله ينظر إلى بيت أبي أيوب وكأنه بيته. حدث ابن عباس قال: خرج أبو بكر رضي الله عنه بالهاجرة إلى المسجد فرآه عمر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ فقال أبو بكر: والله ما أخرجني إلا ما أجد من شدة الجوع. فقال عمر: وأنا والله ما أخرجني غير ذلك. فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ فقالا: والله ما أخرجنا إلا ما نجد في بطوننا من شدة الجوع. قال عليه السلام: وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني غير ذلك، قوما معي. يتابع ابن عباس رضي الله عنه حديثه قائلا: فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وكان أبو أيوب يدخر لرسول الله كل يوم طعاما، فإذا أبطأ عنه ولم يأتي إليه في حينه أطعمه لأهله. ولما بلغوا الباب خرجت إليهم أم أيوب وقالت: مرحبا بنبي الله وبمن معه. فقال عليه الصلاة والسلام: أين أبو أيوب؟ فسمع أبو أيوب صوت النبي وكان يعمل في نخل قريب له، فأقبل مسرعا وهو يقول: مرحبا برسول الله وبمن معه. ثم أتبع قائلا: يا نبي الله، هذا ليس الوقت الذي كنت تجيء فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم أصبت. فانطلق أبو أيوب إلى نخيله فقطع منه عذقا فيه تمر ورطب وبسر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أردت أن تقطع هذه إلا جنيت لنا من تمره. فقال: يا رسول الله، أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبسره، ولا أذبحن لك أيضا. فقال عليه السلام: إن ذبحت فلا تذبحن ذات لبن. فأخذ أبو أيوب جديا فذبحه، ثم قال لامرأته: اعجني واخبزي لنا وأنت أعلم بالخبز. فأخذ نصف الجدي وطبخه، ثم عمد إلى نصفه الثاني فشواه. ويقول ابن عباس رضي الله عنه: فلما نضج الطعام ووضع بين يدي النبي وصحبه، أخذ الرسول قطعة من الجدي ووضعها في رغيف من الخبز وقال: يا أبا أيوب، بادر بهذه القطعة إلى فاطمة، فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. فلما أكلوا وشبعوا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خبز ولحم وتمر وبسر ورطب. ودمعت عيناه ثم قال: والذي نفسي بيده، إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، فإذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فيه فقولوا بسم الله، فإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي هو أشبعنا وأنعم علينا فأفضل. ثم نهض الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لأبي أيوب: ائتنا غدا. ولكن أبا أيوب لم يسمع ذلك، فقال له عمر رضي الله عنه: إن النبي يأمرك أن تأتيه غدا يا أبا أيوب. فقال أبو أيوب: سمعا وطاعة لرسول الله. ولما كان الغد ذهب أبو أيوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي وليدة كانت تخدمه وقال: استوصي بها خيرا يا أبا أيوب، فإنا لم نر منها إلا خيرا. فأخذها أبو أيوب إلى بيته وعاد بها،
فلما رأته زوجته قالت له: لمن هذه الفتاة يا أبا أيوب؟ لنا، منحنا إياها رسول الله. أعظم به من مانع وأكرم بها من منحته، ولقد أوصانا بها خيرا. وكيف تصنع بها حتى تنفذ وصية رسول الله؟ والله لا أجد لوصية رسول الله بها خيرا من أن أعتقها. هديت إلى الصواب ووفقت واعتقها. هذه بعض صور حياة أبي أيوب الأنصاري في سلمه، فلو أتيح لكم أن تقفوا على بعض صور حياته في حربه لرأيتم عجبا. منذ بدأت قريش تشن غاراتها على دار الهجرة في المدينة وتؤلب القبائل وتجيش الجيوش لتطفئ نور الله، احترف أبو أيوب الجهاد في سبيل الله. منذ ذلك الحين عاش أبو أيوب حياته غازيا، وقيل إنه لم يتخلف عن غزوة غزاها المسلمون منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمن معاوية إلا إذا كان منشغلا عنها بغيرها. وكان شعاره الذي يردده ليل نهار قول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. لما وقع الخلاف بين علي ومعاوية وقف أبو أيوب مع علي كرم الله وجهه في غير تردد، لأنه الإمام الذي أعطى بيعته للمسلمين. ولما استشهد وانتهت الخلافة إلى معاوية وقف رضوان الله عليه بنفسه الزاهدة الصامدة التقية، لا يرجو من الدنيا سوى أن يظل له مكان فوق أرض الوغى وبين صفوف المسلمين. حين جهز معاوية جيشا بقيادة ابنه يزيد لفتح القسطنطينية، كان أبو أيوب آنذاك شيخا طاعنا في السن يحبو نحو 80 من العمر، ولكن العمر لم يمنعه من أن ينضوي تحت لواء يزيد وأن يمخر عباب البحر غازيا في سبيل الله. لم يمضي غير قليل على منازلة العدو حتى مرض أبو أيوب رضي الله عنه مرضاً أقعده عن مواصلة القتال، فجاء إليه يزيد بن معاوية ليعوده ويسأله: شفاك الله وعفاك يا أبا أيوب. بارك الله فيك، وليوفق الله جيش المسلمين لفتح القسطنطينية. بإذن الله سينتصر جيش المسلمين قريباً ويتم الفتح، ولكن أخبرني يا أبا أيوب، ألك من حاجة أقضيها لك؟ نعم، اقرأ عني السلام على جند المسلمين. وقل لهم يوصيكم أبو أيوب أن تحملوه معكم وأن تدفنوه تحت أقدامكم عند أسوار القسطنطينية. تلك كانت وصية أبي أيوب، أن يحمل بعد موته ويدفن عند أسوار القسطنطينية. استجاب جند المسلمين لرغبة جاري وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكروا الكرة بعد الكرة حتى بلغوا أسوار القسطنطينية، وهي اليوم إسطنبول، وهم يحملون أبا أيوب معهم. وهناك حفروا له قبرا وواروه التراب، وقيل حتى قبل أن يعمر الإسلام تلك البقاع كان أهل القسطنطينية ينظرون إلى أبي أيوب في قبره نظرتهم إلى قديس. على الرغم من كثرة المعارك والغزوات التي شهدها رضوان الله عليه والتي لم تكن تمهله ليضع سيفه ويستريح، كانت حياته هادئة ندية كنسيم الفجر،
ذلك لأنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا فوعاه. فذات يوم قال صلى الله عليه وسلم على مسمعه: إذا صليت فصلي صلاة مودع، ولا تتكلمن بكلام تعتذر منه، والزم اليأس مما في يد الناس. وهكذا لم يخض لسانه في فتنة، ولم تهف نفسه إلى مطمع، وقضى حياته في أشواق عابد وعزوف مودع. ومن ثم أراد أن يكون مثواه الأخير هناك في عاصمة تلك البلاد، حيث ستكون المعركة الأخيرة الفاصلة، حيث يستطيع تحت ثراه الطيب أن يتابع جيوش الإسلام في زحفها، وأن يسمع خفق أعلامها وصهيل خيلها ووقع أقدامها وصلصلة سيوفها. وإنه اليوم لثاو هناك، لا يسمع صلصلة سيوف ولا صهيل خيل، فقد قضي الأمر واستوت على الجودي من أمد بعيد. لكنه يسمع كل يوم من صبحه إلى مسائه روعة الآذان المنطلق من المآذن: الله أكبر الله أكبر. وتجيب روحه المغتبطة في دار خلدها وسنى مجدها أن هذا ما وعدنا الله به ورسوله، وصدق الله وصدق رسوله. أعزائنا المشاهدين، ورد في سياق هذه الحلقة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسبر أغوار الرجال ويعرف أقدارهم فيؤاخي بينهم. والسؤال: من هو الصحابي الذي آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي أيوب رضي الله عنه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.